فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن عنوانين مهمين جدا. العنوان الأول هو anterior horn cell، ده العنوان الأول بالنسبة لنا بكل التفاصيل. والعنوان الثاني هنتكلم عن تنظيم الموتور ارياز وإزاي نقدر نعمل حركة إرادية. طيب أول عنوان عندنا الانتيريور هورن سيل، عايزك تاخد بالك من نقطة مهمة جدا. الانتيريور هورن سيل بيبقى فيها خريطة في التوزيع، يعني أنا لو جيت قلت لك مثلا هو ده الانتيريور هورن بتاعي، بدل ما ارسم التلاتة هورنز مع بعض، هتقول لي طيب يفرق في ايه؟ الانتيريور هورن هتلاقي فيه سيلز منتشرة في كل مكان، عايزين نعرف السيلز دي متوزعة ازاي؟ يعني هل في خريطة لتوزيع الخلايا دي؟ اقول لك اه، في ماب زي ما قلنا في سوماتيك سنسوري اريا 1، في ماب، الايد كبيرة، اللبس كبيرة، الترنك صغير، والخريطة حسب الأهمية وليس حسب الحجم، ده مهم قوي. طب نتخيل ان ده الانتيريور هورن، وهنا انا عندي الميد لاين بتاعي العادي، تقول لي طيب انت رسمته ليه؟ هفهمك، في سيل انتيريور هورن سيلز تمام جنب الميد لاين اللي هي ميديال، وفي عندي انتيريور هورن سيل بتكون لاترال. هتقول لي طيب ايه اللي يفرق؟ ما كل انتيريور هورن سيل يا دكتور خارج منها الايفرنت اللي اسمه الفا، يعني عندي الفا خارجه من كل حاجه. بص بقى تفرق ايه، لو كان كلامك هنا على الميديال دي يبقى ده بيشغل الاكزيال ماسلز، الاكزيال الماسلز بتاعت الترنك. طيب لو كان كلامي بيكون لاترال يبقى انا بتكلم عن الديستال ماسلز، الديستال اللي هي العضلات اوف ذا هاند، الايدين الرجلين البعيده. يعني انت الميديال اكزيال واللاترال عندك الديستال. طيب لو كان قدام يفرق عن ورا؟ اه، الفليكسورز موجوده قدام. طيب الانتيريور هورن سيل اللي بيشغلها موجود دورزال، خلي بالك موجود خلفي، يعني السيل دي هقول قريبه من الدورزال فوق، فالدورزال دي تشغل مين؟ الفلكسورز تمام. اما السيل دي بتكون موجوده قدام او فنترال، فدي بتشغل الاكستنسورز عكس ما انت عارف او فاكر. ايه ده؟ يعني الموضوع بالنسبه لي هناك خريطه توزيع في منتهى الاهميه. عشان كده لما نيجي نقول الكورتكس بينزل اشارات على الانتيريور هورن سيل، هو انت بتشغل السيل اللي موجوده في انهي مكان؟ لو كانت ميديال هتشغل اكزيال، لو وقعت تراكت على الانتيريور هورن سيل اللاترال تشغل الديستال، لو دورزال يبقى فليكسور، لو فنترال تبقى اكستنسور. دي خريطة في منتهى الأهمية. طيب دكتور عندنا سؤال دلوقتي، هو الانتيريور هورن سيل بيقع عليها السيجنال أو الإشارة اللي جاية من كام مصدر؟ يعني ده مهم قوي إن الطالب يبقى متخيل الفكرة بتاعتي. يعني آدي الانتيريور هورن سيل بتاعتنا، أو نرسمها الناحية دي، ده الانتيريور هورن سيل. طيب الانتيريور هورن سيل جاي له من ثلاث اماكن. هتقول لي الله فين الثلاث اماكن؟ هقول لك بمنتهى البساطه، انت دلوقتي جاي لك من الكورتكس، ادي الكورتكس بتاعنا العادي التراكت، وطبعا احنا عارفين الكورتكس ده بينزل الاشاره بتاعته الى البرين ستيم، طبعا في كورونا رادياتا والكلام اللي احنا قلناه، وانترنال كبسول قلناه قبل كده في التراكتس تمام، ثم بعد كده اوصل الى المظله، المظله بيبقى فيها جزء هرمي
أخدناه في الأناتومي، وبعد كده بنقدر نعمل كروسنج، يعني نيجي نبص على المنظر ده أهو، أدي المظلة بتاعتي، وبعد كده أعمل كروسنج وأنزل على الأنتيريور هورن سيل. طيب يبقى أدي أول سكة جايالي من الكورتكس، طبعا جايالي اسمها بيراميدال تراكت، خلي بالك الكلام ده مهم، دي أول سكة. طيب في سكة تانية؟ آه في سكة تانية. تخيل دلوقتي لما بتيجي المسل سبندل اللي احنا شرحناها اللي هي ستريتشد، المسل سبندل اللي هي ستريتشد بتبعت اشارات. طبعا احنا عارفين ان انا عندي حاجه اسمها نيوكليير تشين اللي عامله زي العقد اللي احنا بنرسمها جوه، وطبعا الكبسول وستريتش بيبقى ستريتشد الكبسول، الكلام اللي احنا قلناه، وبينزل لتحت بتأثير الجاذبيه، طبعا بيشد على الاطراف بريفري، والبريفري بيبقى ستريتشد وبيقصر كده لبره فوق وتحت، فالجزء اللي في النص اللي تشين بيبقى فيه ستريتشد بيتمط قوي وبيبعت سيجنال، والسيجنال دي بتدخل للدورزال هورن ثم توصل مباشره للانتيريور هورن سيل. يبقى اذا الانتيريور هورن سيلز بتستقبل الاشاره التانيه من اي ريفلكس. تقول لي طيب يعني الاشاره الاولى جايه من الموتور باس واي، ده الاساس بتاعنا، وده قلنا الموتور باس واي هو البيراميدال تراكت لانه رمز بيعدي على المظله في جزء هرمي فسميها بيراميد فبيراميدال تراكت. وطبعا في 85 او 90% من الفايبرز بيحصل لها كروسنج، وفي فايبرز بتنزل ابسي لاترال على نفس الناحيه. طيب كده قلنا سكتين، سكه من الموتور باس واي وسكه من الريفلكس. طب ما انا عندي سكه ثالثه، الانتيريور هورن سيل هتستقبل الاشارات. بص بقى معايا، لو انا جيت رسمت منظر او نص للسباينال سيجمنت، طبعا ده الانتيريور هورن سيل بتاعتي، لو انت مذاكر اناتومي كويس يقولوا لك ايه، ان في حاجه اسمها انتر نيورون، عصب اهو انتر الازرق. طب انتر ما بين مين ومين؟ بص ما بين الافرنت اللي داخل وبيعمل سينابس اهو مع الانتر نيورون، ثم الافرنت اللي خارج من الانتيريور هورن سيل، افرنت وافرنت. طيب سؤالنا دلوقتي يا دكتور، هو ليه في انتر نيورون هنا؟ فاكر لما شرحنا الاسترتش ريفلكس قلت لك ايه؟ انا عايز العضله المشدوده هي بس اللي تعمل كونتراكشن، طب والعضله العكسيه نوقفها. فالانتر نيورون ده كان فائدته ان يوقف الانتيريور هورن سيل اوف ذا انتاجونيستيك ماسل بتاع العضله العكسيه، ربنا عايز يعمل فوكس يبقى في شارب موتور اكشن. العبره مش ان انت مشغل عضله واحده فقط، لا، ووقف الاوبوزيت ماسل. فهنا بيحصل ايه؟ ادي الانتر نيورون، كانت الاشارات بتيجي من الكورتكس تعدي في الانترنال كبسول توصل للجزء الهرمي بتاع المظله، وهي نازله هي ممكن تنزل مباشره على الانتيريور هورن سيل او تنزل على انتر نيورون. يبقى الانتر نيورون دي بص ممكن تيجي ازاي؟ اهي المنظر ده، انا عندي انتر نيورون اهي الجزء المنقط ده بالازرق، فانا ممكن انزل على انتر نيورون قبل الانتيريور هورن سيل، او التراكت ينزل مباشرة على الانتيريور هورن سيل. يبقى دي السكة رقم 3. علشان كده في المراجع قالوا جملة جميلة قوي، قالوا انتيريور هورن سيل، بص بقى الجملة اللي جاية، از فاينل كومن باس واي، هو المصب بتاعنا، احنا هنصب هنا
في الانتيريور هورن سيل. فاينل نهائي ومشترك. يعني حتى لما اجي اقول لك ايه، في عندك بيراميدال، طب ما انا عندي تراكت تاني، وتراكت ما بيعديش على الجزء الهرمي بتاع المظله، وهسميه اكسترا بيراميدال تراكت. طبعا عاملين بيه فيديوهات في القناه، هتقول لي معاك برضو لازم في النهايه ينزل على الانتير هورن سيل. يعني اجي اقول لك ايه، النيوكلياي اللي موجوده في البرين ستيم، فاكر لما قلنا ريتيكولار فيستيبولار نيوكلياي في المظل، طب ما هي بتنزل سيجنال على انتير هورن سيل. قول اللي انت عاوزه، انفيريور اوليفري نيوكليس، طب ما هينزل ريد نيوكليس في الميد برين، هينزل كله، هينزل اشارات على الانتير هورن سيل، لان ده الاوريجين اوف سوماتيك نيرف. يعني كل الخطوط السوداء الكيرفات دي تعتبر ايه؟ الفا امبلس، هو ده الايفرنت بتاعنا. الله، طب ما هو ده مهم قوي، احنا بنتكلم عن سنترال نيرفس سيستم بالجزء الحركي بتاعه. طيب دي البدايه بالنسبه لنا، بس في حاجه لازم تكون عارفها، لو بتكلم على سيرفايكال ولامبو سيكرال سيجمنت، يبقى بنتكلم عن الفا موتور نيورون يتحكم في بروكسيمال واكزيال ماسلز. طب لو انا بتكلم عن الاكزيال فقط، يبقى الانتيريور هورن سيل بتاعته موجوده بيلو تي 1، تحت ثوراسيك سيجمنت 1. يعني في خريطه توزيع جوه السيجمنت نفسها، وفي خريطه توزيع حسب المكان او حسب الدرماتوم. يعني تقول لي بيلو تي 1، يبقى الانتيريور هورن سيل هنا بيشغل مين؟ يشغل فقط الاكزيال ماسلز. طيب كده كلام سهل. قبل ما نيجي نقول انواع الالفا ونقارنه بالجاما مره تانية، عايز افكرك دلوقتي بعناوين قلناها في المصل قبل كده. حاجة اسمها موتور يونت، خلي بالك من التسمية الآن، موتور يونت. لغاية دلوقتي احنا بنقول مقدمة في منتهى الأهمية. الموتور يونت بتاعتي كان ايه تعرفها؟ تعرفها ان هو انتيريور هورن سيل بسنجل ايفرنت، والسنجل ايفرنت سبلاي ماسل فايبرز، المجموعة دي على بعض اسمها وحدة حركية أو موتور يونت. طيب نقول بقى المصطلحات بتاعت المصري. مش كل العضلات بتعمل نفس الحركة. هتقول لي يعني إيه؟ أنا عندي حركة دقيقة وحركة عنيفة. يعني أجي أقول لك الموتور يونت تتقسم تقسيمتين. طبعًا تقسيمتين مهمين جدا. التقسيمة الأولى موتور يونت اللي هتعمل فاين موفمنت، الحركة الدقيقة بنحتاج فيها ماسل فايبرز قليل. أقول لك مثلا عضلات العين أو الفينجر ماسل، العين عايزة قد إيه؟ 3 لـ6 فايبرز. ودايما ده شيء منطقي، لما تحب تعمل حركة متخصصة بتحتاج عدد أقل، دكتور متخصص في مجاله يبقى مفيش منه كتير، دي حاجة فاين موفمنت. ونلاحظ حاجة، نيرف واحد سبلاي عدد قليل من المسل فايبرز. طب تعالى بقى لو عندي الحركة عنيفة، هنسميها اسم مهم، جروس موفمنت. جروس معناها عنيف. أديك مثل، عضلات او الماسلز اوف الدلتويد، الكتاف، لما تلعب مصارعه او سباحه هتلاقي ان عدد الفايبرز يصل من 200 الى 300 فايبرز. كل ما تكون الحركه عنيفه عامله بالظبط زي دكتور غير متخصص، ممارس عام، اشتغل اي فرع من فروع الطب، لا عددكم كتير قوي. لكن لو فرع متخصص العدد قليل. طيب
لو تفتكر معايا في سنة أولى قلنا إن الموتور يونت ليها تقسيمة أخرى، فاست أو سلو. فاكر لما قلنا فاست جلايكوليتيك فايبرز تشتغل بسرعة وتتعب بسرعة وتعتمد على تكسير الجلايكوجين، أو سلو أوكسيديتيف، وهنقولها النهاردة، فايبرز تشتغل ببطء وتتعب ببطء. تمام. طيب في بقى تعريف آخر غير الموتور يونت، هو التكتل. يعني إيه؟ مجموعة من أنتيريور هورن سيلز، شايف اللي أنا حاطط إيدي عليهم، سيلز كتيرة إنيرفيت سينجل مصل. ده مهم قوي، وخلي بالك ده ممكن يمتد لسيجمنتس مختلفة من السباينال كورد. هقول لك مثلا الموتور نيورون بول. يبقى انت بتتكلم على التعريف ده، تعريف في منتهى الأهمية، نيورون بول. يبقى انا عندي تعريفين دلوقتي، تعريف اسمه موتور يونت او نيورون بول. بول من اسمه مش معناها بركة، معناها تجمع، تجمع من الانتيريور هورن سيلز عشان يغذي عضلة معينة. يعني اقول لك مثلا الكوادريسبس، كوادريسبس اللي في اللور لم، في الفا موتور نيورونز جاية من كذا سيجمنت، لامبر سيجمنت 2 و3 و4. طيب ده الشكل الاساسي بتاعنا اللي احنا عايزين نكون عارفينه. لغاية دلوقتي احنا اتكلمنا في الانتيريور هورن سيلز عن الماب، الخريطة اللي موجودة في الانتيريور هورن سيل، وده مهم قوي. واتكلمنا عن بيجيله السيجنال من ثلاث أماكن، من الكورتكس باسوي، من الريفلكس، من الانتر نيورون اللي بيعمل سينابس عليه. واتكلمنا عن الفرق ما بين موتور يونت ونيورونال بول. لغاية دلوقتي الكلام يبدو منطقي جدا. طيب انا بقى دلوقتي عايز اقول الالفا موتور نيورونز بتاعتنا يا ترى بتتقسم لايه؟ طالب هيستغرب يقول لي يعني ايه تتقسم يا دكتور، ده الفا وخلاص. الفا بقى خارج من انتير هورن سيل في اللاترال بارت رايح للديستال، خارج من الميديال يبقى رايح للاكزيال. يعني ايه يتقسم؟ يتقسم حسب الحجم. خلي بالك من الكلام الكبير اللي هيتقال دلوقتي، يتقسم حسب الحجم. احنا خدنا قبل كده الماب اللي في الاس 1 كان التقسيم حسب الأهمية وليس الحجم. فنيجي نقول بقى نقطة مهمة، ان الالفا هنقسمها لاتنين، لارج الفا وسمول الفا. هتقولي طيب قبل يا دكتور ما يعني نكمل الكلام ده، احنا عندنا سؤال منطقي جدا، هو انت بتقول كبير او صغير ليه؟ ما هو الالفا دي بتغذي مصل فايبرز، يبقى اكيد الحجم ده هيفرق معايا في نوع الفايبرز اللي هو هيشغلها. اقول لك لو كان لارج الفا خلي بالك تبقى لسه اكسايتابل، اقل نشاطا، يعني عشان يوصل للفايرنج ليفل محتاج لمجهود كبير، كهرباء كتير علشان يشتغل. لما هيشتغل خلي بالك هنخليه يوصل لمين؟ للفاست فايبرز. يبقى انا دلوقتي بعمل ميكس ما بين سنة اولى وسنة تالتة، نظام جديد، الفاست فايبرز او الفاست جلايكوليتيك فايبرز بتشتغل بنوع معين من الإيفرنت. كلام ده ما قلناهوش في سنة أولى، اسمه لارج ألفا. هتقول لي يا دكتور ما تكملش الفكرة اتعرفت، يبقى أكيد السمول ألفا أكيد العكس، هيبقى مور إكسايتابل، بيوصل بسرعة للفايرنج ليفل. طب بيوصل بسرعة للفايرنج ليفل يشغل مين؟ سلو فايبرز اللي هي السلو اوكسيديتيف، يبقى انا بشغل السلو. ده نقطة أساسية لازم أعرفها. ده نقطة مهمة جدا.
يبقى انا عندي نوعين من الالف. في بعض الكتب للطلبه ما بتقولش المعلومه دي. على فكره لما هنعمل مقارنه دلوقتي بين الالفا والجاما، هقول لك ان الجاما نوعين. هتقولي طب ما انا عارفها، جاما ستاتيك شغاله طول الوقت، وجاما دايناميك تشتغل مع التندون جيرك. الكلام ده مش جديد بالنسبه لي. طيب ده يوصلنا لجدول مقارنه الان بين الالفا والجاما. طبعا الجدول ده هتلاقي فيه جزء فيه مكرر وفيه معلومه جديده. طبعا المعلومه الجديده قلناها ان الالفا يتكون من نوعين حسب الحجم. طيب تعالوا بقى نكمل الفكره الاساسيه بتاعتنا كمقارنه. ده دي الالفا وادي عندنا الجاما. اول نقطه هو العدد، يا ترى كام، مين فيهم الاكتر؟ هتقولي طيب يعني ليه مين فيهم الاكتر كعدد؟ عايز افكرك بالرسمه دلوقتي اللي كنا بنعملها في اول فيديو في الاستريتش ريفلكس. الرسمه كانت كالاتي اهي. ده الانتيريور هورن سيل، انتيريور هورن بتاعنا، وهتلاقي ان فيه سيلز بتطلع الالفا وسيل بتطلع الجاما. بص خلي بالك بقى معايا في اللي هنرسمه. ادي السيل تطلع مين؟ تقول لي تطلع جاما، وسيل تانية تطلع الالفا. تمام عادي جدا. طبعا الالفا ده ممكن بيطلع من كذا مكان زي ما احنا عارفين. الجاما دي كانت بتروح لفين؟ هتقول لي بتروح للاطراف periphery of the receptor، والكلام ده يا دكتور انت عارفه وكمل قلناه قبل كده كذا مره اهي. انا بروح للبريفري، للاطراف دي اهي، اطراف الريسبتور اللي موجوده انترا فيوزل. كلام طبعا عدناه كذا مره. طب بتروح ليه يا جاما؟ عشان اعمل في ده كونتراكشن لبره، فالجزء اللي في النص السنتر ستريتشد، فيبعت اكشن بوتنشال. يعني بص نفس الفكره، والاكشن بوتنشال يروح للانتيريور هورن سيل فيطلع الالفا. تقول لي الكلام ده كلام منطقي جدا، وسميناه قبل كده الفا جاما كو اكتيفيشن، الشركه اللي بين الاتنين. طيب النهارده عايزين نعرف مين فيهم بيكون اكتر. الالفا بيمثل 65% من الانتيريور هورن او موتور نيورونز، والجاما بيمثل الباقي 35. طب نيجي للاوريجين المصدر، الالفا دي طالعه من انهي سيلز؟ قال من اللارج سيلز. خلي بالك هنا بقى هو طالع من خلايا كبيره، والجاما طالع من خلايا صغيره. بس في نقطه، ان الالفا ليها كم نوع؟ ليها نوعين، لارج وسمول، والجاما نوعين، ستاتيك ودايناميك. نيجي للسايز، هنلاقي ان الالفا بيكون من 9 إلى 20 مايكرون، اما الجاما صغيره من 4 لـ8 مايكرون. تمام. طيب نيجي بقى للانرفيشن. طبعا احنا عارفين ان الالفا بتروح للاكسترا فيوزل فايبرز، هي بتغذي الاكسترا طبعا فيوزل، اما الجاما بتروح للانترا فيوزل وبالاخص البريفري بتاع الريسبتور. تمام. طب نيجي للانواع، اتفقنا ان الفا نوعين وان الجاما نوعين، ده النقط الاساسيه بالنسبه لنا. كده احنا اتكلمنا تفصيليا على الالفا وعلى الجاما، والفيديو اللي قبل كده قلنا ان الالفا جاما كو اكتيفيشن ده بيمنع الانلودنج، وقلنا كمان انه شغال طول الوقت جاما ستاتيك او مع التندون جيرك عادي. طيب عايز دلوقتي اعمل فوكس على انتر نيورون. انت قلت لنا ان الانتر نيورون احد الطرق اللي بتبعت اشارات للانتيريور هورن سيل، واحنا معاك، بس عايزين بقى نتكلم تفصيليا
على الانتر نيورون. بص بقى، الانتر نيورونز معظمها انهيبيتوري. وقبل ما اجي اتكلم على الانتر نيورون، عايز اقول حاجه مهمه. الانفيرس ستريتش ريفلكس كان مبني على انتر نيورون، فاكر ولا لا؟ ان الافرنت ال1 بي دخل سينابس مع انتر نيورون شغله، والانتر نيورون ده طلع انهيبيتوري ترانسميتر عشان يوقف انتيريور هورن سيل للعضله اللي كانت كونتراكتد او مشدوده جامد، عشان يحصل ريلاكسيشن ويحمي التندون. تقول لي لغايه دلوقتي الكلام ده منطقي جدا. تعالى بقى دلوقتي نرسم نص سيجمنت كالعاده، ادي النص بتاعي ونشوف اللي هيحصل. افرنت داخل اهو، تمام، قوس عادي، افرنت داخل، عمل ايه؟ سينابس مع انتر نيورون، هنعمله بالاسود المنقط اهو، والانتر نيورون عمل سينابس، نفضل نخليه افضل بالاحمر، مع انتيريور هورن سيل. لغايه دلوقتي الكلام عادي. انتر نيورون ده المنقط اسود بيعمل ايه؟ قبل ما اقول لك بيعمل ايه، احنا عايزين نحط مثال دلوقتي. عازف البيانو، الراجل اللي بيعزف بيانو دلوقتي عامل فلكشن اهو، صباعه ده بيدوس بصباعه وتاني عشان يعمل نغمه معينه. فالافرنت داخل وعمل سينابس مع انتر نيورون للانتيريور هورن سيل علشان يشغل مين؟ الفليكسورز. وطالما بيشغل الفليكسورز يبقى اذا الانتيريور هورن سيل موجوده في الجزء الخلفي من الانتيريور هورن. انا مش عايز الطالب يفهم كلامي غلط. لما اقول دورزل انا مش قصدي دورزل هورن اللي فوق، لا، انا قصدي الجزء الخلفي من الانتيريو هورن في خلايا هتشغل الفليكسور. هتقول انا معاك، بس هل هنفضل نشغل الفليكسورز على طول؟ فبص بقى يحصل ايه، يجي الانتر نيورون ده يروح مطلع اشارات مدي كولاترال علشان يعمل ايه؟ انهيبيشن للافرنت اللي مفروض يوصل للانتيريو هورن سيل فيشغل الفليكسو. الله، يعني انا عايز اوقف نفسي بنفسي. خلي بالك، اوقف نفسي بنفسي ليه؟ امنع الاوفر اكسايتيشن. تخيل الافرنت فضل شغال، سينابس مع انتر نيورون، تمام، وده يشغل انتيريو هورن سيل، يشغل فليكسو، هيفضل الراجل تاني صباعه تمام على البيانو وبيعمل نغمة واحدة. لا، أنا عايز أمنع التنشيط الزيادة، نيجاتيف فيد باك، أمنع الكلام ده. وشوفوا بقى، والإنتر نيورون ده كمان قال لك أنا هعمل إيه؟ أنا هطلع إنهيبيتوري ترانسميتر. قلنا له على مين؟ بس عشان نوسع الرسمة، عايز أوقف الإكستنسور ماسلز. يعني انا دلوقتي بعمل فليكشن وتاني صباعي وعامل نغمه، في اثناء النغمه دي انا مش عايز العضله العكسيه انها تشتغل، انا مش عايز صباعي يتفرد. فتلاقي الانتر نيورون المنقط ده، بص بقى، هيعمل حاجه جميله قوي اهو، يطلع منه كولاترال ويروح لمين؟ يروح للاكستنسورز، الانتيريور هورن سيل اللي المفروض تشغل الاكستنسورز اهو علشان يوقفها. طب تعالى بقى نقول الترتيب. دكتور انت قلت اوقف الافرنت اللي بيشغل في النهايه الفليكس، هو ايه اللي حصل بالترتيب؟ اولا انت وقفت الاكستنسورز لانك شغال بمين؟ بفليكسورز. ثانيا انت وقفت الافرنت سينابس مع الانتر نيورون اللي بيشغل الفليكسور. يعني انت في الاول
ركزت اوقف العضلة العكسية، ثم فكرت ان انا امنع الاكسايتيشن الزيادة للفليكسر. فانا عندي انهيبيتوري انتر نيورون وقف الانتاجونيستك مصل في البداية، ثم وقف نفسه بشكل غير مباشر في النهاية. الانهيبيتوري انتر نيورون المنقط اسود اسمه رينشو سيلز، هو ده الرينشو انتر نيورون. خلي بالك ده نوع من انواع لاترال انهيبيشن. فكرة اللاترال انهيبيشن ايه؟ انا هشغل ده ووقف اللي جنبه جاره، ما هو الفليكسورز جاره اكستنسور، انا موجود في الجزء الخلفي من الانتيرو هورن السل اللي بتشغل الفليكسور، هوقف السل انتيرو هورن سل اللي في الجزء الامامي من الانتيريور هورن. ما هو ده النظام اللي ربنا عمله، وده نوع من انواع فوكس او شاربنينج اوف موتور اكشن. انا عايز الحركه تبقى شارب محدده، كانك بتقطع سكينه ما فيهاش جدال اساسا. انا بشغل نوع معين من المصل، مش انا اشغله ومليش دعوه بالانتاجونيستك مصل، لا مفيش الكلام ده. فده مهم جدا ان الحركه تبقى محدده، وده نوع من انواع اللاترال انهيبيشن. في المراجع عاملينها بشكل جميل قوي، جايبين واحد واقف في النص وجنبه اتنين على يمين، واحد على يمين وواحد على الشمال، وهو حاطط ايده على بق الاتنين اللي على جنبه كانه بيسكتهم. انا اللي اتكلم بس، بمعنى انا اللي اشغل الفليكس اكستنسورز هنا هنا او اي مصل تانية ما تشتغلش، ما نشغلش انتيريور هورن سيل اخرى. وتلاحظ ان الانتر نيورون بيعمل انهيبيشن بمين؟ يعني انت دايما تقول لي بينزل انهيبيتوري ترانسميتر. فاكر اول فيديو في سلسله السنسوري الجديده؟ قلت لك ان الانهيبيتوري ترانسميتر اللي موجود في هذا المكان هو جلايسين، مشهور جدا في السباينال كورد. وطبعا اعمل انهيبيشن معناها هايبر بولاريزيشن، انت بتبعدني عن الفايرنج ليفل، بمعنى تزود البوزيتيف تشارج بره كتير تخرج بوتاسيوم، او تزود النيجاتيف تشارج جوه كتير فتدخل كلورايد. ده الفكره المبدئيه للانتيريور هورن سيل بالنسبه لنا. طيب تعالى بقى دلوقتي نتكلم على العنوان الثاني. العنوان الثاني بتاعنا هو تنظيم مجلس الإدارة. هتقول لي إيه ده؟ يعني إيه تنظيم مجلس الإدارة؟ إحنا عارفين إن البرين بيبقى فيه هاير سنترز وإنترميديت متوسط ولو سنترز. يعني البرين عندنا أو السي إن إس عموما هو عبارة عن مستويات، والمستويات دي هنسميها كلمة في غاية الأهمية، موتور هيراركي. بص بقى كلمة دي جديدة النهاردة، وفي ناس بينطقوها غلط يقولك هيرارشي، لا سي اتش كأنها كي، موتور هيراركي. طب سؤال يا دكتور، يعني هيراركي؟ معناها سيوري، نظرية التحكم في الحركة. ازاي مجلس الإدارة سيجتمع بتاع السي ان اس عشان نعمل حركة فولنتري دلوقتي إرادية؟ فلازم في البداية نعرف التنظيم، مين الليفل العالي ده؟ أول نقطة. طبعا أي طالب هيسمعني دلوقتي في الفيديو يقول لي الليفل العالي هو الكورتكس، هقول له لأ، مين قال لك المعلومة دي؟ الكورتكس مش الليفل العالي. تقول يا دكتور ما أنت كل فيديو عمال تقول إن ده القشرة بتاعت البرين وده اللي بيبعت سيجنالز والكلام ده. اقول لك لا، مجلس الاداره بتاعنا سيكون البدايه هاير ليفل،
والهاير هو اللي بيحط الخطة. خد دلوقتي معايا فكرة عامة في أي مجلس إدارة شركة، أعلى مستوى اللي بيحط خطة الشركة. تقول لي طب ما في رئيس مجلس إدارة وده بيجتمع وبيحط قرارات، بس لازم يبقى في حد أعلى منه اللي بيحط الخطة. اللي بيحط الخطة بسميه هاير ليفل. هتقول لي طيب ده فكرته إيه؟ بيحط مش الخطة بمعنى خطة، لأ، يحط الفكرة اللي هتتنفذ في صورة خطة عشان الكلام يكون دقيق. الفكرة، عمرك ما تعمل خطة وانت مش في دماغك حاجة، لا، لازم فكرة. فاللي يحط لي الهاير ليفل هو اللي حط الفكرة. اللي حط الفكرة هسميها اسوشيشن اريا. فاكر قلنا اسوشيشن قبل كده لما قلت لك سوماتيك اسوشيشن هو اللي بيستقبل اشارات من اماكن مختلفه. النهارده بنقول اسوشيشن اريا. طب سؤال يا دكتور، ده مكانه فين؟ كلنا عارفين ان البرين في اربع فصوص. ده موجود في الفرونتال لوب، وحتى بيسموها كلمه جميله قوي، بري فرونتال اسوشيشن اريا. انا اللي احط الفكره، ده الليفل العالي. طيب نيجي بقى للليفل المتوسط اللي هو بسميها الانترميديت. الانترميديت هيكون، بص بقى معايا، كله. يعني ايه كله؟ هيكون كورتكس. ايه ده، معقوله؟ وهيكون المستشارين بتوعه زائد المستشارين. هتقول لي يعني ايه مستشارين؟ فاكر لما قلنا بيزل جانجليا نيوكليوي اللي تحت الكورتكس مستشار للحركة الاوتوماتيك، اكتب ازاي، امشي ازاي، اتكلم ازاي. الله، ده انا مستشار بيزل جانجليا او اختصارها بي جي. تمام. وانا عندي مستشار تاني، مستشار للحركة السريعة، مستشار للاتزان، مستشار ليه كمان ازاي ان انا اتحكم في الحركة واخلي اغير في التون من غير ما ابعت لك يا كورتكس. ما هو المستشار ليه صلاحيات زي اي شركة. فعندنا المستشار اسمه سيري بيلم. النهاردة احنا هنتكلم عليهم. يعني النهاردة هدي مثال لحركة فولانتري وهقول لك الفكرة بدأت منين والانترميديت دورهم ايه في التنفيذ. خلي بالك، وفي نقطة مهمة في الانترميديت، ان البيزل جانجليا او السيريبيلم دايما المستشار دوره ايه؟ بلان، حط الخطة، ومش الخطة وبس، وحط برنامج تنفيذ وبروجرام. هنشوف النهاردة الكلام العمق بتاعه ماشي ازاي. طب حلو. طب نيجي بقى لاخر حاجة، اللو ليفل. اللو ليفل هما برين ستم، جزء المخ، سواء كان ميد برين، بونز، المضلة، وعندك سباينال كورد، الانتيريور، هورن سيل. طبعا دول هما المستوى الاقل. اقول لك موظفين الشركه، يعني انت لو عايز تمشيها كشركه، ده اللي حط الفكره، دول اللي حطوا الخطه والبرنامج الحركه، ده اللي هينفذ بقى. يعني الماسلز، ما هو سباينال كورد قصدك بيها مين؟ انتيريور هورن سيل اللي قلنا بيوصل له اشارات من ثلاث اماكن، وفاينال كومن باس واي. طب بنصب ليه فيه كلنا عشان يطلع منه ايفرنت اللي هو الالفا، سواء سمول او لارج. اتفقنا على الكلام ده، لارج الفا يشغل الفاست فايبرز، والسمول الفا يشغل السلو اوكسيديتيف فايبرز، ففيها نظام. طيب دي البداية بتاعتي، بس انا عايز اقول حاجة مهمة قبل ما ابتدي في الاكزامبل اللي انا هعرضه الان. الكورتكس
علشان ينزل اشارات. فاكر لما رسمنا هنا باسوي، يبعت من الانترنال كبسول مظله يحصل كروسنج وكل الكلام اللي اتكلمنا عليه. لازم تكون عارف نقطه اساسيه. ايه هي النقطه؟ ان انا ككورتكس هنفذ اللي بيبعتهولي البيزل جانجلي او اللي بيبعتهولي السيريبيلوم. عشان كده هحمل لك اسهم. المستشار بيبعت لرئيس مجلس الاداره. المستشارين دول بعتوا للرئيس مجلس الاداره الكورتكس، قالوا له خلي بالك الخطه هتتنفذ ازاي، انت دورك ايه يا كورتكس؟ تنفيذ. هتقولي طب كلمه تنفيذ تتسمى ازاي؟ اكسكيوشن. النهارده بنقول كلام جديد، لكن اللي بيتابع افلام اجنبيه او لغته حلوه هيقول ان اكسكيوتيف كلمه مش جديده عليا، معناها منفذ. اكسكيوتيف دايركتور، المخرج المنفذ. يبقى انا دوري ايه؟ تنفيذ. انا اللي بنفذ الخطه، ابعتولي وانفذ. تقولي طيب دلوقتي تعالى بعد ما استعرضنا النقاط دي نحط دلوقتي حركة معينة عايز تعملها بإرادتك، ونشوف بقى التنظيم هيمشي ازاي، ازاي التلاتة ليفلز دول هيشتغلوا. فهحط لك عنوان دلوقتي: Generation of Voluntary Movement. ازاي هنقدر مش نخلق، نعمل حركة إرادية، voluntary movement. الكلام ده في منتهى الأهمية على فكرة. بصوا معايا، البداية بتاعتي هتكون عن طريق الفكرة. بس قبل ما نقول بقى الفكرة والكلام ده، تعالى دلوقتي نعمل مربعات. كل مربع أنا هعمله الآن له دور كبير جدا. أهو هتشوفوا أنتوا المربعات دي مهمة في ايه الان وبالارقام اهي. وطبعا احنا هنزود على المربعات دي. اول مربع هنا هكتب جواه frontal lobe. كل مربع بيمثل lobe of the brain، فص. والفص ده عايزين نشوف هيشتغل ازاي. عندنا اربع فصوص. frontal قال البداية مني، حطوا عليها رقم واحد، دي الخطوة الاولى، أو نعمل الخطوة دي باللون الأحمر عشان يبقى الكلام مميز بالنسبة لنا. ده نمبر 1. فرونتال لوب هو اللي بدأت منه الأيديا. طب أيديا لإيه؟ أنت بتقول لي حركة فولنتري، مثلا ما عايز أمسك كوباية أهو، مسك الكوب، كوباية قدامك على الترابيزة، هولد كاب، أنا عايز أمسكها. تقول لي طب ما دي بتتمسك على طول. لا، ده المسكة اللي هتحصل على طول دي هنقعد نتكلم فيها كتير. فكرة ان انا امسك الكوباية، الفكرة دي موجودة فين؟ ها، بري فرونتال اسوشيشن اريا. هو ده الهاير، ده الهاي ليفل، هاي ليفل اوف موتور هيراركي اللي لسه قايلين عليه دلوقتي. طيب انا عندي فكرة او بفكر امسك الكوباية. دايما مع الفكره خلي بالك لازم يكون في ايموشن، انفعالات. يعني ايه؟ زي ما نقول كده بالبلدي، عاوز ولا مش عاوز. طب ما هنا الكوبايه قدامي، ممكن امسكها وممكن لا، ما هو ده فولنتري. فنيجي للمربع ده ونكتب عليه تمبورال لوب اهو، ودي رقم 2. دي النقطة التانية بقى بالنسبة لي اهي. خلي بالك، طب ليه temporal lobe هيكون فيه الايموشنز او نقول عليها الديزاير، يعني مش ايموشن فرحان زعلان، اللي هي الديزاير يعني ايه؟ الرغبة، عاوز ولا لا. على فكرة الجزء المسؤول عن الرغبة هو موجود بين مكانين،
موجود ما بين مكانين، temporal و parietal لوب. يبقى ده البارايتال، وده هنتكلم عليه دلوقتي. بس خلي بالك، يعني التمبورال زائد البارايتال يبقى بنتكلم عن مكان مسؤول عن الديزاير. هتقولي الله، طب اسم المكان اللي مسؤول عن الرغبة ايه؟ limbic system. خلي بالك ان كلمة limbic جاية من كلمة limbus، اي الحدود. انا موجود ما بين فصين temporal و parietal loop. لغاية دلوقتي عندي فكرة، تمام، عندي رغبة. خلي بالك لسه مفيش خطة اتبنت، خطة ازاي تتحرك للكوباية وتمسكها، لا لسه. طب سؤال مهم، parietal loop دي مهمة ليه؟ لان لو تفتكر في فيديو السنسوري قلنا ان التلات مديرين موجودين في البارايتال لوب، S1 سوماتيك سنسوري اريا 1، سنسوري اريا 2 S2 سوماتيك اسوشيشن اريا، اريا 5 واريا 7. احنا التلاتة موجودين بارايتال لوب. خليني اتكلم على الاهم اللي هي اريا 5 و7 اهو، او بالاخص سوماتيك اسوشيشن اريا اللي موجوده في البارايتال لوب 5 و7. ده بقى اللي انا هتكلم عليه دلوقتي. هتقولي طيب ليه؟ لان الجزء ده بيستقبل اشارات مختلفه، وهو المسؤول ان يربط ما بين السيجنالز دي. هتقولي يعني ايه؟ يعني السوماتيك اسوشيشن 5 و7 استقبل الاشاره اللي جايه له، بص، من S1 واللي جايه له من S2 طبعا اللي هما موجودين في البارايتال لوب، واللي جايه له من الاوكسيبيتال لوب. فالمربع ده هو اخر فص عندنا، الفص الخلفي اوكسيبيتال اللي فيه مراكز الرؤيه، بعتلك الفيجوال سيجنالز. ما انت لازم تكون شايف الكوبايه اللي على الترابيزه. مين اللي يقول لك ان انت شايف؟ اوكسيبيتال يبعت لك اشاره. طب والاس 1 ده بيبعت لك اشاره ليه؟ الاس 1 هو اللي استقبل الاحساس، احساس البروبريو سبشن. فاكر ولا لا؟ لما جينا قلنا ان الاس 1 ده بيستقبل كل الفاين سنسيشنز زائد درجات القريبة من التمبريتشر وشوية بين فايبرز. فأنا بستقبل بروبريوسيبشن. يعني ايه بروبريوسيبشن هنا؟ وضع جسمي. أنا دلوقتي واقف وحاسس إن في أرض تحت رجلي وشايف الكوباية. الحاجات دي لازم تتبعت لمين؟ للسوماتيك أسوشيشن أريا. قبل ما تحط الخطة لابد أن يكون هناك اتزان، وده مهم قوي. ازاي ان انا امسك شيء قلم كوبايه وانا ما عنديش اتزان؟ فلازم نبعت لك كل المعلومات، يا سوماتيك يا اسوشيشن. خلي بالك لسه الموتور ما بداش، وده بيوضح لي فكره جميله. لولا السنسوري مش هيتوجد الموتور. ما هو في حاجه اسمها سنسوري موتور اسوشيشن، الربط بين الحس والحركه. من غير احساس لن توجد حركه. تخيل انت مش حاسس ان في ارض تحت رجلك، طب ازاي هتعمل فولنتري موفمنت؟ حلو، جه البارايتال لوب ده، قلنا له طيب انت هتنفذ ازاي؟ قال انا هرجع تاني. خلي بالك الخطوه الاولى اهي فكره، والتانية ديزاير، والتالتة البارايتال، نكتب عليها رقم تلاتة ونحطها في دايرة. البارايتال قال لنا أنا هبعت تاني للفرونتال لوب. قلنا له تاني ليه؟ هتبعت للمكان اللي قال لك الفكرة؟ قال لك لا، أنا هبعت للجزء الحركي في الفرونتال لوب، الموتور ارياز. مدير بيبلغ مدير، ما هو ده مدير سنسيشن.
لازم أبلغ مدير اللي موجود عندي في الشركة في إدارة تانية، أقول له. فهنا بقى هيحصل حاجة جميلة، هنبعت الإشارة لمين؟ للفرونتال لوب، ولكن للموتور إرياز. وهنا بقى هنيجي نشوف الموتور إرياز دول إزاي يشتغلوا مع بعض. طبعا الفيديو اللي جاي موتور كورتكس، بس أنا هديلك فكرة عنها. بص بقى معايا، احنا كده وضحنا الأساس، تعالى بقى نكمل الفكرة. الموتور إرياز دول انترميديت ليفل، دخلنا بقى في الجزء المتوسط في مجلس الإدارة في الشركة، اللي هم الكورتكس وبيزل جانجليون سيريبيلم، هنتكلم عليهم دلوقتي. موتور إرياز، طيب الموتور إرياز دي في الكورتكس، لسه ما جيناش جنب المستشارين، لسه احنا في المديرين بتوع الموتور إرياز. طيب الموتور إرياز ثلاثة، هنبتدي الأول بالتفاصيل، ركزوا بقى معايا التلاتة دي هتيجي ازاي. حاول امسح هذا الجزء، تمام، الحتة دي بس عشان افهم لك المعنى. الموتور اريا هحطها هنا اول مكان عندي اهو، اسمه سبليمنتال، ركز بقى معايا، سبليمنتال موتور إرياز. كلمة سبليمنت المدعم، أنا السبليمنت موتور إري، قلنا له طب أنت بتدعم بإيه؟ أنت دورك إيه؟ قال أنا بقى أول واحد هحط الخطة. قلنا له هنا بقى البلان، فاكر لما قلنا في الكورتكس بلان بروجرام الانترميديت ليفل؟ قال لك أنا هحط خطة. قلنا له طب نفهم يعني خطة، أنا لما أجي أمسك كوباية، بص عامل فليكشن كده، انا بشغل مين؟ بشغل الديستال انتر فالانجيا، بشغل الميتاكاربو فالانجيا، بشغل الريست، بشغل الالبو. انا عشان امسك كوباية بشغل مفاصل كتيرة مع بعض. فسبليمنتال موتور اريا في المكان ده قال انا هحط خطة رف. عارف يعني خطة رف؟ خطة مبدئية معقدة، وانا عايز اكتبها كده بالعربي، وقاصد عشان اوضح لك حاجة يعني ايه مبدئية ومعقدة. الكلام ده هنترجمه دلوقتي الى طب جميل. لما انت تيجي تقول انا عايز اذاكر، بص بقى النهاردة انا عايز اذاكر 20-30 ورقة فيسيولوجي، يا عم ازاي؟ هو كده انا عايز اذاكر مش عارف ومتأخر وعايز الحق، الخطة دي ينفع تتنفذ؟ تقولي لا، خطة رف. رف يعني لسه ما اتعملش عليها تعديل وتطوير. طب يعني خطة معقدة؟ ما معنى معقدة؟ بص انا دلوقتي هاجي اشغل مين؟ ديستال انتر فالانجيل، اهو عايزه يحصل له فليكش، ادي اول جوينت، زائد ميتا كاربو فالانجيل، اهو زائد عايز كمان الريست يتني، زائد الالبو، كل ده عشان امسك الكوباية. ايه ده؟ كم مفصل؟ واحد اتنين تلاتة اربعة. طب ما دي خطة معقدة. ايه علاقة الجوينتس ببعض؟ هل يا سبليمنتال انت قلت حاجة؟ قال لا انا ما هو كده وخلاص. طيب نقول الكلام ده طب بقى، سبليمنتال موتور ايريا حط ايه؟ حط كومبلكس موتور بلان، حركة مركبة معقدة، خطة معقدة، كومبلكس. طب ازاي يا سبليمنتال؟ قال انا بقى معرفش. قلنا له طيب والحل؟ الحل ازاي ننفذ ده؟ قال ما هو لسه مش هتتنفذ دلوقتي، انا كسبليمنتال موتور اريا، طبعا اختصاره اول حرف من كل كلمة اللي هو اس ام اي، تمام. قال انا هشغل المكان اللي جنبي. الله، هتشغل مكان جنبك، احنا ما زلنا في الموتور كورتكس المديرين. هشغل مكان اسمه اريا 6. فاكر برودمان ولا لا؟ قال لك انا هقسم
الأماكن أو المديرين في البرين إلى أرقام. إريا 6، إريا 6 اسمه بري موتور كورتكس، بري موتور هنقوله الفيديو اللي جاي. إريا 6 قلنا له أنت هتعمل إيه يا إريا 6؟ قال له بصوا بقى أنا هعمل حاجة جميلة جدا. لو أنت رحت شركة وأنت موظف جديد وأنا المدير بتاعك، هل ينفع أدي لك ورقة واحدة وفيها كل المطلوب منك؟ ولا الصح كل بند مكتوب؟ أحاول أفهمه لك. تقول لي طبعا كل أيتم أو عنصر فهمني دوري حتة حتة، أنا لسه موظف جديد ما عنديش خبرة. ده اللي عمله إريا 6. هاجي هنا وأرسم دور الإريا 6. بص بقى الإريا 6 عمل حاجة جميلة جدا أهو. قال لك أنا هجزأ الخطة، هجزأها. قلنا له يعني إيه تجزأها؟ قال مش في أربعة جوينتس أنتم عايزين إن هم يبقوا فلكسد يتنوا عشان أمسك الكوباية؟ قلنا له آه. قال لا، ده أنا لازم أقسم الموضوع. يعني إيه؟ لازم البروجرام يبقى سيبريت، برامج منفصلة. أول مربع في مين؟ ديستال انتر فالانجيل، اهي ديستال انتر، والتاني ميتا كاربو فالانجيل، والتالت الريست، والرابع الالبو. الله، يعني انت هتقسم الخطة الى مراحل. هجزأ الخطة، وده مهم جدا، واجزأها ليه؟ علشان يبقى التنفيذ سهل. قلنا له طب استنى، هو انت يا اريا 6 اللي هتنفذ؟ قال لا، مش انا اللي هنفذ. وهنعرف ليه. قال انا دوري افتت البلان، اجزأها. فاريا 6 هكتب لك بقى دوره هنا ايه؟ دوره جميل جدا، فراكشنيشن اوف ذا بلان. كلمه فراكشن مش معناها كسر او حاجه جزئيه، لا، او نسبه، لا. فراكشن هنا معناها ايه؟ هجزأ. سمبليفاي ذا كومبلكس بلان، الخطه المعقده اللي انت اديتها لي يا سبلمنتال ما ينفعش، انا عايز اخليها سهله، فدي خطه صعبه اهي، وهنا هتبقى سهل عند اريا 6. طيب اريا 6 لما جينا سالناه قلنا له طيب مش ليه مش انت اللي تنفذ؟ يعني تنفذ؟ ليه ما ينزلش منك سيجنال؟ قال انا هساهم في السيجنال، ولكن انا هبعت لاريا جنبي، مدير جنبي متخصص انه يشغل الديستال ماسل. ما هو الديستال ماسل اللي هي عضلات الايدين، الفينجرز، فالانكس والكلام ده، انا هبعت له. فجينا بعتنا للاريا دي. طب الاريا دي اسمها ايه؟ اريا 4. هو ده بقى البرايمري موتور كورتكس. انا بعت لك اشاره. هتقول لي طيب عندي سؤال، احنا دلوقتي عملنا خطه معقده سهلناها باريا 6، بعتناها لمين؟ لاريا 4. واريا 4 هينزل السيجنال. وخلي بالك ان البيراميدال تراكت اللي قلناه في نسبة من اريا 4، ونسبة من اريا 6، ونسبة من كمان اللي هو سوماتيك اسوشيشن اريا. الله، او يعني انت عندك نسب، والنسب دي مهمة جدا. ليه؟ تقولي طب ليه نسب من السنسوري او السنسوري كورتكس؟ ليه؟ احنا بنقول سنسوري موتور اسوشيشن، لازم عشان تعمل حركة فولنتري كن حاسسها الاول. فبالرغم ان انا موتور تراكت، ولكن 40%، خلي بالك من الكلام ده، من الفايبرز جايه من السنسور اريا، و30% من اريا 4، و30% من اريا 6. كوننا ال 100% من الفايبرز اللي هتنزل من الكورونا رادياتا، انترنال كبسول، مضله الجزء الهرمي، ثم 85% كروسنج، والباقي لا. كلام جميل جدا. فاريا 4 قالت خلاص انا ايه؟ اكسكيوشن، فاكر؟ اكسكيوتيف دايركتور،
انا اللي هنفذ. تقولي خلاص الموضوع انتهى، اقول لك لا ما انتهاش. ليه؟ هتعرف معايا دلوقتي التكملة هتحصل ازاي. طبعا همسح هذا الجزء عشان نركز دلوقتي ونعمل فوكس على النقطة الأهم بالنسبة لي، وهي إيريا 4 هتشتغل إزاي، وإيه دور البيزل جانجليا، وإيه دور السيريبيلم. بصوا بقى معايا، آدي إيريا 4، هنقول ده إيريا 4 في هذا المكان. إيريا 4 نزل منها الإشارات أهي، سيجنالز عادي، مشت عن طريق انترنال كبسول اللي عامل زي حرف ال، المنظر ده حرف ال اهو، لو جينا يعني نعدلها شوي اهي تمام، ده الانترنال كبسول بتاعي. ثم بعد كده الفايبرز اهي نزلت وراحت للبرين ستيم، طبعا ميد برين بونز مضله عشان نختصرها، راحت لجزء الهرمي ده البيراميد اللي موجود فيه المضل. نركز بقى مع بعض في اللي هيحصل، وطبعا هنعمل ده الميد لاين بتاعنا اهو. وجينا من عند المضله لازم هنعمل كروسنج، الفايبرز الزرقاء جت كده وعدت للناحيه التانيه. ليه بنقول كروسنج؟ لان 85% من الفايبرز اللي بتعمل كروس هتنزل على ديستال ليمب ماسلز معاك. بصوا بقى معايا، ولما جينا عملنا كروسنج نزلنا فين؟ نزلنا على الانتيريور هورن سيل. ركز بقى، هعمل حاجة دلوقتي في غاية الأهمية وركز معايا. ادي السباينال كورد السيجمنت، ادي واحد اتنين وادي التالتة اهو. انا عندي السيجمنت بتاعتي دورزل، وادي اللاترال، وادي الفنترال. التراكت ده كله الازرق هينزل على انتر نيورون، ركزوا بقى معايا، هيعمل سينابس على انتر نيورون، وده بقى اللي في منتهى الخطورة اللي انا عامله باللون الاحمر. الانتر نيورون ده هتقولي طب ليه مهم الانتر نيورون يا دكتور؟ سينابس مع انتيريور هورن سيل معاك، لكن الفكرة العظيمة اللي ربنا عملها، ايه اللي يخلي الريست والقلبو يشتغلوا مع بعض؟ انا لما باجي امسك كوباية، بص اهو، ادي الريست وادي القلبو الكوع، الاتنين بيتنوا مع بعض، مش ان الريست يتني الاول ثم القلبو يتني بعده بشوية، ده انت كده عمرك ما هتمسك الكوباية. فاللي حصل ان الانتر نيورون ده رايح للانتيرو هورن سيل، اللي بيشغل مين؟ اللي بيشغل الريست، يعني ده اللي هيشغل الريست. فحصل وصلة داخلية، يعني لو جينا رسمناها هنلاقي تحت اهو في عندي انتر نيورون عاملها باللون الاحمر، انتر نيورون هنا رايح للانتيريور هورن سيل اللي بيشغل مين؟ الالبو. الله، يعني انت عندك الريست في منطقة السيرفايكل، ده سيرفايكل درماتوم، وعندك الالبو في منطقة الثوراسيك درماتوم، ففي وصلة داخلية. بص بالازرق بقى اهي، وصلة داخلية بين الانتر نيورون اللي بيشغل الريست، طبعا الانتير هورن سيل اللي شغل الريست، والانتر نيورون الاحمر اللي بيشغل القلب. الله، ده انت عندك في الحاله دي اهي، عندك الادي الكونكشن، الاحمر اللي فوق سيرفايكال دير انتر نيورون في السيرفايكال درماتوم، وهنا الاحمر ده انتر نيورون في ثوراسيك درماتوم، والازرق هو الوصله اللي ما بينهم. الوصلة اللي ما بينهم الداخلية دي اتسمت اسم جميل، بروبريو سباينال انتر نيورون.
عارف ليه سميتها سباينال؟ انه سباينال سيجمنت. طب بروبريو يعني ايه؟ بروبريو سبشن يعني معناها لازم يكون هناك بوزيشن، وضع في غاية الأهمية. خلي بالك ده وضع خطير. انت دلوقتي بالسكة اللي احنا قلناها قدرت ان انت تربط ريست بقلبه، قدرت تربط كمان الانتر فالانجيال بالميتاكاربو فالانجيال، ان كلهم سيرفايكال ديرماتو. طب انت ليه قلت ريست مع قلبه؟ لان دول في ديفرنت ديرماتومز. ايه اللي خلاهم يشتغلوا مع بعض؟ يبقى انا نزلت الاشاره على الانتر نيورو اللي في منطقه السيرفايكال، لما اشتغل شغل الانتر نيورو في منطقه الثوراسيك، فتنى الريست مع القلبه في وقت واحد. ده انا كمان هقول لك حاجه جميله، هزود لك من الشعر بيت. السبليمنتال موتور اريا اللي انا قلتها، عشان انا قلت حط ايه؟ خطه مبدئيه معقده. طيب ايه رايك بقى انه كمان حدد المسافه بين ايدك والكوبايه؟ تقول لي معقول يا دكتور؟ قال لك المسافه قد ايه؟ يعني خلي بالك السوماتيك اسوشيشن اريا هو قال لك انك شايف الكوبايه، ان في ارض تحت رجلك، وحدد المسافه بين جسمك كله والكوبايه. يعني تخيل اهي كوبايه قدامنا اهي على الترابيزه اهو، وواحد واقف هنا. يعني لو جينا عملناها مثلا بشكل اللي هو الشكل الكروكي العادي، واحد واقف اهو، مين اللي يحدد الديستانس ما بينك وما بين الكوبايه دي؟ جسمك ككل، سوماتيك اسوشيشن اري. طب انا عايز امسك الكوبايه بايدي اهي، مين اللي يحدد المسافه ما بين ايدك اهي والكوبايه؟ سبليمنتال موتور اريا اللي اختصارها اس ام اي. اس ام اي يقول لك الديستانس ما بين ايدك والكوبايه. طب جسمك كله والكوبايه ده مين اللي يحدده؟ هو السوماتيك اسوشيشن اريا. شفتوا الابداع اللي ربنا عمله شكله ازاي؟ تقول انا معاك، بس يا دكتور ايه علاقه هذا الكلام، وده مهم جدا، بالبيزل جانجليا والسيريبل؟ العلاقه هي الاتي: بيزل جانجليا دورها، خلي بالك، هو اللي بيحدد سكيل الحركه. فنيجي هنا بقى نكتب بيزل جانجليا، بي جي. بيزل جانجليا طبعا ده ليها فيديو خاص بيها فيما بعد، بس يعني سكيل الحركه، يعني انا هاجي امسك الكوبايه وانا بمسكها، يا ترى المسكه متوسطه ولا المسكه جامده، ولا المسكه يعني بمسكها بين صوابعي كده بدلع تقع مني؟ لازم المسكه تبقى مودريت، لا هي سايبه قوي ولا هي قويه قوي. قويه قوي تتفتت وتتكسر في ايديك، ولو سايبه قوي تقع من ايديك. فالكورتكس وهو بيعمل التراكت بتاعه وشغل قلبه بالريست وامسك الكوبايه وانت بتمسكها، فالكورتكس يبعت اشاره لمين؟ للبيزل جانجليا، يقول له على فكره هو طريقه المسكه ازاي؟ ما هو المسكه دي حاجه اوتوماتيك، وانا بمسك كوبايه مش بفضل باصص لها قوي ومركز وافكر طب همسكها ازاي؟ ايوه هي حركه اراديه بس بقت مدرب عليها. عشان كده هقول لك حاجه جميله قوي ونحطها هنا في الرسمه علشان تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لك كطالب. بص بقى معايا اهي، ادي الكورتكس وادي البيزل جانجليا نيوكلياي. طبعا البيزل جانجليا دي ليها باس واي داخلي رهيب، وانا بمسك الكوبايه اهو بعت الاشاره للبيزل جانجليا شغلها عشان اطلب منها السكيل. سكيل مش معناها مقياس رسمي، طريقه المسكه، لان دي حاجه اوتوماتيك. فالبيزل جانجليا ردت عليا وقالت للكورتكس بص هنمسك الكوبايه ازاي. في معلومه مهمه لازم نكون عارفينها كويس جدا،
ان البيزل جانجل لو باظت انت مش هتقدر يكون عندك سكيل للمسكه، ممكن الكوبايه دي تقع منك. البلان معناها ايه؟ انت عمال تقول لي نحط خطه، خطه معناها احدد انهي ماسلز والجوينتس لازم تشتغل تو كونتراكت والسيكونس اوف كونتراكشن، يعني انهي فايبرز تشتغل او انهي مجموعه تشتغل ثم تريح ومين المجموعه اللي بعدها. دايما لما نحط خطه لاي شركه بنحدد الموظف المسؤول لتنفيذها ثم مين اللي هيكمل بعده. بعتبر المصل موظفين عندنا، وده مهم جدا، ودي فكره البلان اللي احنا بنبني عليها القصه. طيب هتقول لي طيب البلان تحول الى موتور اوردر، عايز البلان يتحول الى اكتشوال موفمنت، وده مهم جدا عن طريق كورتكس. طب يا دكتور ايه علاقه السيريبيلم بالحوار؟ السيريبيلم يتحكم في سرعه الحركه، بيزل جانجل عنده بطء، يعني انا عندي مستشار للبطء وعندي مستشار للسرعه وهو السيريبيلم. هنعرف في الفيديو الاخير في الموتور ان في جزء من اجزاء السيريبيلم يتحكم، هو اللي بيحط الخطه ويبعتها للكورتكس للتنفيذ. يعني وانا بمسك الكوبايه بس عايز امسكها تاني، لا ده في مكان في السيريبيلم اسمه نيو سيريبيلم، هو اللي بنبعت له اشاره الاول، نقول له بص واحنا بنمسك الكوبايه احنا ناويين نمسكها تاني، حط لنا خطه للحركه الجديده وملكش دعوه اساسا باللي احنا بنعمله دلوقتي. على فكره السيريبيلم ده تخصصات رهيبه، جزء يخطط للحركه قبل ما تتعمل، وجزء يظبط الحركه لو فيها ايرور، لو فيها غلطه، وده مهم جدا. طيب عايز في نهايه هذا الجزء استرجع اللي انا قلته، وبعد كده نرسم رسمه مشهوره جدا في مراجع الفسيولوجي نوضح القصه. الموتور موفمنت او فولنتري موفمنت ماسك الكوبايه بدا اولا بايديا في بري فرونتال اسوشيشن اريا، والايديا معاها رغبه ليمبيك سيستم، جزء تمبرال جزء بارايتال. البارايتال لوب سوماتيك اسوشيشن تبعت له اشاره من اس 1 اس 2 من الفيجوال سيجنال اوكسيبيتال كورتكس عشان يحدد انا وضع جسمي ايه والمسافه بين جسمي والكوبايه قد ايه. السهم الاسود ده بيحدده اللي هو السوماتيك اسوشيشن اللي هو اريا 5 و7، ده اللي موجود هنا على السهم. بعد كده بعتنا اشاره الى سبلمنتال موتور اريا، قال لك المسافه بين ايدك والكوبايه قد ايه، وهحط خطه مبدئيه معقده اشغل كذا مفصل مفروض كخطه بس ما اعرفش ازاي. بعتناه الاريا 6، عمل فراكشنيشن، جزأ وقطع الخطه لبرامج منفصله من اجل التسهيل. بعتها الاريا 4، قلنا له ليه؟ قال ان اريا 4 هي المسؤوله اساسا عن الفاين موفمنت، واريا 4 اهي نزل منها التلات اشارات او الخطوط الزرقاء، مشوا من الانترنال كبسول للبيراميد اوف مضلة، عملوا 85% كروسنج. نزلنا على الانتر نيورون، ودي فايدة الانتر نيورون، ليه الموتور تراكت بيعمل ساينابس او بيقع على انتر نيورون؟ لان الانتر نيورون ده شغل الانتير هورن سيل اللي شغل الريست، وانا عايز اشغل ريست مع قلبه مع بعض، ففي انتر نيورون هنا في وصلة داخلية مع الانتر نيورون في منطقة القلبو واسمها بروبريو سباينال انتر نيورون، وده مهم جدا الوصلة الداخلية عشان اشغل التو جوينتس في وقت واحد. وانا بشغلهم الكورتكس بعت يشغل البيزل جانجليا عشان يقول له طيب ازاي يبقى في سكيل للحركة علشان نمسك الكوباية صح، وفي نفس الوقت طب انا عايز امسكها بسرعه
فالكورتكس هيبعت اشارات الى السيريبيلم. ونخلي بالنا ان كلمة بلان معناها حدد نوع الماسلز اللي هتشتغل، حدد السيكونس اوف ماسلز اللي هتعمل كونتراكشن، مين اللي ينقبض اولا ومين ثانيا. البلان معناها سرعة تنفيذ، معناها اتجاه. فانا عايز اقول بقى دلوقتي معلومة مهمة جدا، الخطة لها معاني كثيرة، وعايز اكتب الكلام ده لان هنحتاجه بعدين. ما معنى بلان؟ بلان معناها اولا هو دايركشن، هتحرك من فين لفين. بلان معناها سرعة، السرعة اللي هتحرك بيها. معناها نوع المسلز اللي هتعمل كونتراكشن، معناها السيكونس من العضلات اللي كونتراكتد بعد كده، معناها نهاية. يعني كلمة بلان دي كلمة كبيرة جدا، مش كلمة صغيرة بالنسبة لنا، لازم نكون فاهمينها كويس قوي. طيب في نهاية هذا الجزء تعالى بقى دلوقتي نعمل حاجة جميلة، نرسم الرسمة اللي موجودة في المراجع في Generation of Voluntary Movements. وعلى فكرة الرسمة دي هي تتويج للجزء اللي احنا شرحناه اهي بمنتهى البساطة. هاجي اقول لك ده الموتور كورتكس اهو، طبعا دي الرسمة الكروكي في الاخر. الكورتكس بيستقبل منين؟ هتقولي بيزل جانجلي، تمام. ويستقبل من السيريبيلم، يستقبل منه. بيزل جانجليا مسؤولة عن ايه؟ عن السكيل، والسيريبيلم عن سرعة الحركة، تمام. وكمان بيستقبل من الاسوشيشن اريا اللي فيه الايديا. شوف كم سهم داخل عليك يا كورتكس. عارف الكورتكس يعمل ايه؟ هو بيستقبل ويرجع. يعني هو دايما الكورتكس انا بستقبل وابعت لك، استقبل وادي لك يا سيريبيلم، ده مهم، ولكن ما برجعش للاسوشيشن اريا. ملاحظين حاجه؟ اه، المكان اللي بدا منه الفكره ده الهاير ليفل، والكورتكس بيزال جانجليا سيريبيلم انترميديت، فالانترميديت يبعتوا لبعض، بيزال جانجليا يبعت اشاره للكورتكس والكورتكس يبعت له. ولو انت عايز الترتيبه هنا، اولا الكورتكس يبعت يقول له انا عايز بلان للحركه، فالبيزل جانجليا يرد عليه، كورتكس يبعت للسيريبيلم، فالسيريبيلم يرد عليه. العلاقات المشتركه ما بين الايه الحاجات دي وبعض. حلو. والجزء ده هنسميه كعنوان، هنسميه بلانينج، هو ده الخطه بتاعتنا. طيب نيجي للموتور كورتكس، عايز ينفذ. ينفذ ازاي؟ بص بقى معايا، يبعت الى سيريبيلم. هتقولي طب ليه؟ لان السيريبيلم قادر في الانكونشس بروبريو سيبشن، ودي قلناها قبل كده في فيديو السنسوري، انا اللي بخليك تمشي ومش مركز ان في ارض تحت رجلك، وهو اللي بيتحكم في التون بعلاقته بالنيوكلياي اللي في البرين ستيم. فاكر لما قلنا السيريبيلم ليه كذا فتحه، والفتحه الانفيريور التحت السفلى متصله بالبرين ستيم نيوكلياي، بالفيستيبولر نيوكلياي مثلا، فانا هشغل الفيستيبولر نيوكلياي اللي اساسا فاسيليتاتوري، ركز معايا، على التون. هتقول لي يعني ايه؟ طب ما تيجي نرسمها. ادي السيريبيلم اهو، المنظر ده، ده السيريبيلم. السيريبيلم متصل بالفيستيبولر نيوكليوس، وطبعا ده البرين ستيم، ميد برين بونز ميدل اهو، متصل بده اللي انا هظلله فيستيبولر نيوكليوس. هتقول لي ماشي اهو، ابعت اشغلك. طبعا جزء من السيريبيلم هيشغله، والفيستيبولر ينزل منه اشاره على الانتيريور هورن سيل علشان يشغله، فالتون يزيد. طب وانت عايز تون ليه؟
عشان يبقى فيه مينتننس للبوستشر. شفتوا العظمة بتاعت ربنا؟ ما هو انت عشان تمسك كوباية لازم يكون جسمك ابرايت، واقف ثابت ما بتقعش. فايه دور السيريبيلم للكورتكس؟ بيبعت له يقول له بص اتحكم لي في وضع الجسم من غير ما يكون الشخص ده مركز. ما انت مش معقولة مركز ان في ارض تحت رجلك طول الوقت، لا انت بتركز بس اول ما رجلك تلمس الارض الصبح لما تصحى من النوم. طب وبعد كده السيريبيلم يعمل ايه؟ يساعد على الحركة، وده اساسي. فنطلع من السيريبيلم سهم كده ونكتب موفمنت، هساعدك على الحركة. ما هو لو مفيش تون يبقى في حركة ازاي؟ وفي جزء من السيريبيلم مسؤول عن الاتزان، فيستيبيولو سيريبيلم. طب حلو، تعالى بقى نقول حاجة. نفترض ان الكورتكس نفذ الحركة غلط. يعني ايه نفذ الحركة غلط؟ مش فاهم. يعني دلوقتي احيانا الكورتكس ينزل اشارات على الانتيريو هورن سيل من غير ما ياخد رأي المستشار بتاعته، والحركة ما بتنفذش كويس. دايما عشان الحركة تتنفذ لازم نسمع كلام الموظفين، كلام المصل. طول الوقت المسلز بتبعت اشارات عن طريق السباينال كورد الى السيريبيلم، وتقول له الاكتشوال موفمنت بتاع البرفورمانس بتاعنا ايه، يعني احنا نقدر على ايه. تمام، هو المستشار بتاع الشركه والكورتكس يبعت له. يعني ايه مش فاهم؟ هقول لك. بص السهم ده سباينال كورد، طبعا الاشارات جايه منين؟ من المصل، راح للسباينال كورد ثم للسيريبيلم، سباينو سيريبيلر تراكت قلنا قبل كده. وفي نفس الوقت الكورتكس ايه بيبعت له؟ السيريبيلم هنا دوره قاضي، بيشوف. يعني مثلا لو الكورتكس بعت لي نفترض 10 اشارات، 10 سيجنال، والسباينال كورد بعت لي 5، ده معنى كده ان السيجنالز اللي بعتها الكورتكس للسيريبيلم زياده، وبالتالي الحركه ما اتنفذتش. احنا كلنا بنسمع كلام الموظف مش كلام رئيس مجلس الاداره. رئيس مجلس الاداره عايز ينفذ الخطه اللي جايه له، ولكن لازم الموظف ليه قدرات معينه. فدلوقتي انا بعت لك 5 يا سيريبيلم سيجنالز، كورتكس بعت اكتر. عارف السيريبيلم يعمل ايه؟ اهو انهيبيشن، يوقف الكورتكس، يقول له يا كورتكس العشرة اللي مبعوتين كتير، انا عايز العشرة دول يقلوا ويكونوا كام؟ 5، عشان يتساوى مع الخمسة اللي جاي لي من السباينال كورد. فكده احنا قدرنا نعمل بالانس. فالسيريبيلم دوره مش بس ان بيعمل حركة وخلاص ويغير التون وخلاص، علشان كده السيريبيلم بيبعت كوركتيف سيجنالز للكورتكس علشان يعدل من اوضاعه. طبعا من الكورتكس للحركة ده الجزء الاكسكيوشن او التنفيذ. في نهاية هذا الفيديو اتكلمنا عن الانتيريور هورن سيل بالتفاصيل كخريطة، وفرق بين الموتور يونت والنيورونال بول، واتكلمنا عن جدول المقارنة بين الالفا والجاما والانهيبيتوري انتر نيورون، اتكلمنا عن الموتور هيراركي كهاير ليفل كانترميديت ليفل كلو ليفل، جينيريشن اوف فولنتري موفمنت بدأت بفكرة ثم رغبة ثم السوماتيك اسوشيشن اريا ثم سبليمنتال موتور اريا ثم اريا 6 ثم اريا 4، وعلاقة الريست بالالبو بروبريو سباينال انتر نيورون، وعلاقة الكورتكس بالبيزل جانجليا رايح جاي، وعلاقته بالسيريبيلم رايح جاي. ولو الكورتكس قرر ان هو يعمل الموفمنت ولكن ما تنفذتش لانه باعت 10 سيجنالز ولكن سباينال كورد باعت 5، فالسيريبيلم وقف الخمس اشارات الزياده اللي جايه من الكورتكس
علشان الحركة تتعمل وبعت corrective signals. الخطة بتحمل خمس معاني زي ما احنا عرفنا. اول حاجة الاتجاه، التاني السرعة، نوع المسلز اللي شغالة، والسيكونس اوف ماسل كونتراكتنج والتتابع، والنهاية. في النهاية كان معاكم دكتور محمد فايز.